بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. نتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير، ونتمنى ليه الصحة والعافية. تنشكر الناس اللي تيخليو تعليقات زوينة بحالهم، تنشكر الناس اللي تيكتبوا الوصفات، تنشكرهم بزاف. تنقول لهم الله يعطيكم الراحة والسكينة وستر مولانا، ونقول لكم الله اللي غيخلصكم على النية ديالكم الخالصة لهذه القناة. تنشكر الناس اللي تيدعموني وتيزيدوا بيا القدام، تنشكرهم بزاف. تنتمنى الوصفات اللي غادي نحط في عاشوراء تعجبوكم. غادي يجوا وصفات اخرين ان شاء الله مطرطقين وغادي يرضيو الجميع. اما بالنسبه للمراه اللي حطات ليا قالت لي عندي ثقاف ديال الزوج ديالي، انا غنخدم ليها وصفه ديال ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. غادي نبحث عليها على وصفه رائعه وغادي نحطها لها ان شاء الله. تنتمنى انني نوفي ونكفي معاكم باش انا نكون مرتاحه البال. اذا الناس اللي عندهم مشكل، الناس اللي عندهم مشكل مع الناس اللي تيسافروا وما تيسافروا وما تيتصلوش، الناس اللي تيتخاصموا مع الخطيبه ديالو ولا مع الحبيبه ديالو ما تيتصلش بها، تيدفع عليها كبير وما تيتصلش بها. كاينه المراه اللي غايب عليها راجلها مده 10 سنين، اتصلت بي واحد السيده قالت لي راجلي عنده 10 سنين، واش ممكن ليا ندير لي الوصفه اللي حطيت؟ قلت لها ديريها لي، ولكن حاولي انني نحط واحد الوصفه اخرى ان شاء الله. اذا بحول الله وقوته، الناس اللي عندهم الحرمل غادي يديروا الحرمل، للناس اللي ما عندهمش الحرمل يديروا السنوج. السنوج تا هو بحالو بحال الحرمل، مزيان يجلب تا هو. اللي ما عندهمش الحرمل وما عندهمش السنوج يديروا البابونج تا هو يجلب الحظ ويجلب الرزق ويجلب الغايب. اذا ان شاء الله الحرمل، الا كان الحرمل جيد 100%. اذا غادي نجيب الرقم ديالو والاسم ديالو اسم الام ديالو، ونحط النمره ديالو، نحط عليها قليل من الحرمل ونحطها في المبخره. وانا تنبخر تنقول هذا الكلام تنقول هذا الكلام على اساس انني سنبخر 7 المرات وانا تنقول هذا الكلام باش نجلب الخطيب ديالي. ولكن الناس اللي عندهم هذا المشكل بحال الخطيب اللي هجر خطيبته، بحال المراه اللي تيمشي عليها وتيدفع عليها كبير، اليوم غادي نحطوا هذه الوصفه صالحه بالنسبه للنساء اللي اجروهم خطابهم. غادي نبدا نبخر النمره وتنبخر البورتاب، وانا تنبخر وتنقول هذا الكلام، تنبخر وتنقول هذا الكلام. تنبخر بالتليفون وتنبخر هكا 7 المرات وانا تنقول هذا الكلام، والنمره ديالو والاسم ديالو وهذا في الحرمل وهذا. ونبخر هذا الاسم ديالو بالاسم ديال امه، ولا ما عندكش الاسم ديال امه ديري النسب او اسم حواء، فلان ولد فلانه او ولد حواء. ان شاء الله تكون هذه الوصفه. نحاولوا اننا نجلبوا الغائب بالحرمل، وجلب رهيب، جلب رهيب، وغيولي يتصل بيك، ونهار ما يشوفكش او ما يتصلش بيك غادي يحاول يتصل بيك ان شاء الله. جلب الحبيب بالحرمل غيكون جيد ان شاء الله. حاولوا انكم تاخذوا واحد الكميه تعودوها 3 المرات حتى يتصل بكم ان شاء الله. نحاولوا الحرمل ناخذ 5 دراهم فقط، نبخر 3 مرات، كل 3 مرات مع المغرب ندير المبخره ديالي. ولكن في هذا العواشر نحاول نبخر ليله عاشوراء فيها خير وبركه وتجلب الحظوظ في يوم عاشوراء. اذا
حاولوا ديروا هاد الوصفة، ما بقى لي غير نقول لكم دعموا القناة وفعلوا الجرس وتابعوا عندي. بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.